تقول هذا غنتعشر معاه وانا عارف غادي يخرج منه العيب. يمكن انا وصل عندي واحد تدخل فهاد. مرحبا. نفحات ولقطات سويعات اللي فيهم الراحة، اما الشيء الاخر كله الكد الكد والسعي والتعب. احنا ما ترتاحوا حتى كنمشيو للقبر. بكل وضوح برنامج التحلية الاجتماعية بشكل صريح مباشر ما كنستروش على المشاكل وعلى التحديات اللي كتعوق نجاح المغاربة والمغرب. مرحبا بكم بالاسئلة ديالكم بصراحة اللي تعودناها مع بعضياتنا على ميد راديو من 6 ل 8 من يوم الاثنين الى الخميس. انتظرونا، مرحبا بكم.